بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، المسيحيين بيعتبروا موت المسيح على الصليب حقيقة تاريخية لا جدال فيها، والاعتقاد بموت وصلب المسيح هو محور وأساس وعصب الإيمان المسيحي. الإيمان المسيحي بدون موت المسيح لا يسوى شيء، وانتفاء الصلب وموت المسيح على الصليب وفداء البشرية من خطية آدم يهدم أساس كل هذه المعتقدات. ويعتقد معظم المسيحيين أن حادثة صلب المسيح مسألة تاريخية مجمع عليها، ولكن اللي ما يعرفوش المسيحيين أن في علماء لاهوت مسيحيين اختلفوا حول صلب المسيح، ومنهم عالم اللاهوت المعاصر جونار سامويلسون، والخبر ده ورد في صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية، حيث ذكرت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية أن عالم دين مسيحيا يدعى جونار سامويلسون، باحث في جامعة جوتنبرغ، قد شكك في الاعتقاد السائد لدى المسيحيين بأن المسيح مات مصلوبا، قائلا إنه لا يوجد دليل بأن الرومان كانوا يصلبون المساجين قبل 2000 عام. وأكد أن مسألة صلب المسيح على الرغم من ذكرها في الأناجيل الأربعة، إلا أنه لا يوجد دليل تاريخي يثبت صحتها. وأضاف من خلال أطروحاته المكونة من 400 صفحة أن أسطورة إعدام يسوع المسيح تستند إلى تقاليد الكنيسة المسيحية وإلى صور الرسامين أكثر منها إلى النصوص القديمة. وأشار سامويلسون إلى أن الإنجيل قد أسيء تفسيره، إذ ليست هنالك أسانيد صريحة على استخدام المسامير أو الصلب، بل إن المسيح كان يحمل عمودا خشبيا في طريقه إلى الجلجلة، وهو الموضع الذي صلب فيه. وقال سامويلسون في أطروحاته التي كتبها بعد دراسته النصوص الأصلية أن المشكلة تكمن في أن الأدبيات القديمة تخلو على نحو لافت من أي ذكر لعمليات صلب. وأضاف أن المصادر التي يتوقع المرء أن يعثر فيها على ما يدعم الفهم الراسخ لحادثة الصلب لا تقول شيئا في واقع الأمر. وأشار إلى أن الآداب الإغريقية واللاتينية والعبرية منذ عهد هيموروس حتى القرن الأول الميلادي تعج بوصف عقوبات التوقيف، لكنها لا تتضمن عبارات مثل الصلبان أو الصلب. وفي ذلك يرى سامويلسون أن الفهم المعاصر للصلب باعتباره نوعا من العقوبة يمكن تفنيده بشدة، مشيرا إلى أن العهد الجديد اللي هو الكتاب المقدس عند المسيحيين لا يذكر الشيء الكثير مما نرغب في تصديقه. وأوضح سامويلسون الذي يقر بأنه لا يزال مسيحيا ملتزما أن روايات النصوص المعاصرة للحادثة، خصوصا المقاطع اللاتينية منها، استخدمت كلمات موغلة في الغموض. وأضاف أن الأدلة على أن المسيح ترك ليموت وهو مثبت بالمسامير على الصليب لا توجد إلا بشكل متناثر ولافت في نصوص ما قبل المسيح القديمة وفي الأدبيات التوراتية والكتاب المقدس على حد سواء. ومضى إلى القول إن وصف حادثة صلب المسيح لا توجد إلا في الأناجيل الأربعة فقط، ورابط الخبر سيتم وضعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو للي عايز يقرأ الخبر بنفسه. والحقيقة إن علماء اللاهوت أكدوا إن في ناس أنكروا حقيقة أن المسيح صلب وقام من بين الأموات من 2000 سنة، وإن كتير منهم اتقتل لأنهم عبروا عن رأيهم وقالوا إن المسيح لم يصلب. Christians believe Jesus was crucified, died, and on the third day rose from the dead and ascended into heaven. But for 2000 years there have been those who've challenged the truth of this biblical story. And some have died for expressing those doubts. From Jerusalem to the villages of southern France, from the wildness of distant Kashmir to the exotic Philippines. That Jesus might not have died on the cross is an explosive idea, particularly for Christians.
The four Gospels all tell different stories. When we read the resurrection narratives, it's like reading four different reports of the same football game in four rather different newspapers. If one of them says there were two angels and another one says there was one angel, if one of them says Mary Magdalene was there all by herself and somebody else says Mary Magdalene was there with one or two other. في إنجيل متى 28:1 يذكر مريم المجدلية ومريم الأخرى. في إنجيل مرقس 16:1 يذكر مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة. وإنجيل لوقا 24:10 يذكر مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والبقيات معهن. أما في إنجيل يوحنا 20:1 يذكر مريم المجدلية فقط. Then these are the sorts of variations that you expect to get, like the different newspaper reports, the football match. And they're not something that should worry you to the point of saying, therefore nothing happened. That would be quite a false conclusion. But whatever is said in church, many Christian theologians no longer consider the resurrection to be an historical fact. أظن بكده تكون الأمور وضحت للجميع إن علماء لاهوت مسيحيين اعترفوا بنفسهم إن في تناقضات في قصة القيامة المزعومة. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة اعقلوا الكلام وابحثوا وراء الناس دي، هؤلاء ضلوا ويضلون كثيرين. هم عارفين كويس ان الغير مسيحي لن يبحث وراءهم. تعودنا للأسف ان نأخذ مسلمات دون البحث او الفحص، لكن يا بخت الانسان الذي يقرأ ويبحث حتى يصل الى الحق ذاته. حضراتكم كل واحد فيكم عنده عقل، العقل بتاعه يستخدمه.